لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول المحلل العسكري والسياسي السوري السيد العقيد أحمد الحمادي. أهلا بك سيد أحمد. بداية نبدأ من مشروع القرار الأمريكي الجديد بمجلس الأمن، هل من أمل في إنقاذ الغوطة من مصير مشابه لمصير حلب؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. طبعا الأمر اليوم لا يعني ليستوجب قرارا جديدا للأمم المتحدة، رغم أن هناك قرارات أخرى، هناك القرار 2118، هناك القرار 2254، هناك القرار 2401. أما الولايات المتحدة اليوم وفرنسا والدول التي تعارض مبدئيا الهجمات كما تقول في الغوطة الشرقية لم تقدم شيئا أو عملا ملموسا لوقف الهجمات الإيرانية والروسية والنظام على الغوطة الشرقية وعلى قتل المدنيين على مدى 7 سنوات. اليوم المندوبة الأمريكية تهدد وتقول سنستخدم القوة، كذلك فرنسا إذا ثبت استخدام الكيماوي، رغم أن النظام استخدم الكيماوي حتى الآن 254 مرة، وتم قتل أكثر من 4000 سوري بالغازات الكيماوية، وكذلك أكثر من 15000 جريح. الغوطة في 3 أسابيع 6 استخدامات للكلور في الشيفونية، في حموريا، في سقبة، في مسرابة. ليس فقط الكلور، هذا خلائط الكيماوي ولكن بطريقة معدلة ويتم مزجها مع الفوسفور الأبيض لتكون أكثر مضاء، يعني يتم حرق الناس في البيوت وكذلك في الأقبية وفي الأماكن المحصنة أو شبه المحصنة في الخنادق. لذلك تم تدمير مناطق كثيرة، تم تدمير الشيفونية، تم تدمير مسرابة، بيت سوى، النشابية، وكذلك حزرمة وحوش الظواهرة. يعني هذا التقدم الذي أحدثته هذه المعركة خلال 3 أسابيع ليس عملا عسكريا، هو عمل إجرامي حرق لهذه المنطقة. لذلك تراجع الثوار إلى مناطق ممكن أن يكون أكثر ملائمة للدفاع عن المناطق. هناك من يرى أن تقسيم النظام للغوطة الشرقية لـ3 أقسام سيتبعه اتفاقات لتهجير الأهالي على غرار مدينة حلب، كيف تراه أنت؟ هل تراه ربما قد ينفذ في المرحلة القادمة؟ طبعا هذا ما يريده النظام ويريده الروس، هم يريدون استنساخ حلب، استنساخ دارية، وادي بردة، كل المناطق التي تم تهجيرها، وهذه جريمة حرب. أما بالنسبة للرد جاء سريعا من قبل الثوار في هذه المنطقة، حيث اتخذوا قرار الصمود والثبات ورفض الاستسلام ورفض التهجير بشكل قسري، وقاموا قيادة عسكرية موحدة، رغم أن هذا حتى لو كان هناك انفصال أتوقع بأن الدفاع عن المدن، عن دوما، عن حرستا، عن عربين، عن كفر بطنة، عن جسرين، عن حموريا، عن هذه المناطق ممكن أن يطول مدة طويلة جدا، وأن يكلف عصابات الأسد ومجرمي إيران خسائر كبيرة بشكل كبير، لأن هذه المنطقة هي منطقة يعني بناء ومحصنة، ربما يتم الاحتماء فيها ويتم يعني الدفاع بشكل كبير. أما المناطق التي سحب منها الثوار هي قرى بسيطة، حزرمة، الشيفونية، وبيت سوى، وهذه التي كانت مناطق زراعية. لذلك أتوقع بأن الدفاع عن هذه المناطق المتبقية سيكون مكلفا جدا لقوات الأسد وعصاباته. ذكرت نقطة في بداية الإجابة على هذا السؤال، وهي قضية الخصام أو الانفصال ما بين طرفين معارضين، فيلق الرحمن وجيش الإسلام في الغوطة. إلى أي مدى ترى أن هذا الخصام بين الفصيلين المعارضين الرئيسيين في الغوطة يؤدي إلى هذه النتائج، نتائج استمرار القصف وضعف الجبهات، وهل من فرصة لتدارك الأمر في الغوطة برأيك؟ طبعا الخصام كان هو صفحة قديمة وانطوت، أما مع بداية الهجوم قوات النظام والقوات الروسية والإيرانية على الغوطة تم هناك تعاون وتم تنسيق عالي بين الفصائل المتواجدة في الغوطة الشرقية، يعني بشكل كبير هناك قوات من فيلق الرحمن آزرت جيش الإسلام، كذلك جيش الإسلام آزر قوات أحرار الشام
أو جبهة تحرير سوريا. إذن هذه الأمور التي كانت عالقة بين الفصائل لقد انطوت، والآن مرحلة جديدة من التعاون، لأن الجميع اليوم في كما يقال في سفينة واحدة، إذا غرقت هذه السفينة سيغرق الجميع، يعني لا يكونون كملوك الطوائف في الأندلس أبدا. اليوم هناك تعاون ويجب الدفاع عن هذه المناطق، لأن أي تهجير سيتم تهجير 400,000. سيد أحمد، من وجهة نظر عسكري، هل المعارضة المسلحة الموجودة في الغوطة قادرة على الصمود أمام الفوسفور وأمام النابال واستمرار القصف حتى على الرغم من الحديث عن هدن بين فترة وأخرى؟ طبعا دائما المناطق المحاصرة يعني تكون مع انعدام، يعني 5 سنوات المنطقة محاصرة، هناك تم يعني لا توجد مقومات الصمود الكبير بالطعام والغذاء، تم استهداف المشافي، تم استهداف البنى التحتية، تم السيطرة على مناطق الغذاء في هذه المنطقة، يحارب الإنسان في الغوطة الشرقية بطعامه وفي غذائه وفي دوائه، لذلك الحصار والدفاع عن هذه المناطق يعني قد يكون مكلفا ومستنزفا لقوات الخصم، ولكن لا يطول للأبد، يعني هناك عامل الزمن، هناك اليوم تحرك أمريكي قد يكون فاعلا لوقف هذه المجزرة والمحرقة، هناك الأمم المتحدة، هناك يعني الزمن، عامل الزمن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أما الصمود سيكون هو قرارا حاسما لهذه الفصائل، لأن لا خيار غير الصمود. إلى أين سيتوجهون؟ سيتوجهون إلى الموت على المعابر أم الموت على في زنازين النظام؟ طيب. يعني إذن لا خيار. القرار 2401 والذي انعقد في مجلس الأمن، أو انعقدت جلسة في مجلس الأمن من أجل هذا الموضوع، موضوع إخلاء أو إجلاء المدنيين، إلى أي مدى ترى أن القرار وداعميه سيصب في مصلحة النظام وحليفه الروسي؟ القرار 2401 لم يتبنى إجلاء المدنيين، هو تبنى إخلاء الجرحى. هناك 1,000 حالة مريض مرضى ويجب إخلاؤهم بسرعة مع عدم توفر الدواء في المنطقة، هؤلاء فقط تم القول عنهم عندما يتعذر دخول الطواقم الطبية إلى الغوطة. أما القرار 2401 فك الحصار، دخول الحالات الإنسانية، وقف إطلاق النار يعني لمدة 30 يوم، هذا هو القرار 2401، وليس خروج الناس. لا أحد يقبل بخروج الناس، خروجهم بحالة تهجير قسري هو جريمة حرب يرتكبها النظام والروس والإيرانيون، كما حصل في حلب وحصل في حي الوعر وفي مناطق أخرى من سوريا. طيب، الولايات المتحدة أعلنت مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن طبعا لوقف القتال في العاصمة السورية، يعني آلية القرار أنه سيكون هناك تحرك أمريكي منفرد في دمشق والغوطة الشرقية إذا تطلب الأمر طبعا، من أجل إيقاف القتال وفرض الهدنة بشكل يعني واضح. هذا التحرك الأمريكي الآن في هذا التوقيت تحديدا، يعني ما دلالاته بالتحديد؟ طبعا عندما تم التوقيع أو استصدار قرار 2401 ولم يلتزم الروس والإيرانيون والنظام، بل هجموا بشكل كبير وقتلوا 1,200 حتى الآن المسجلين، عدا عن الناس التي لا تزال تحت الأنقاض مع 5,000 جريح، استخدام الكيماوي عدة مرات، هذا أغاظ المجتمع الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة قال بأن هناك جحيما فوق الأرض، الفرنسيين قالوا بأن الأمم المتحدة تدفن اليوم في الغوطة الشرقية، لذلك تم مسودة قرار أمريكي يسد الثغرات أمام القرار الآخر وينفي الإرهاب التي يتخذه الروس ذريعة للهجوم على الغوطة الشرقية، رغم بأن فصائل الثورة السلاسل الموجودين في الغوطة قدموا رسالة إلى الأمين العام للمتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن، يقولون بأنهم مستعدون لإخراج العناصر التي تقول عنهم روسيا
روسيا بأنهم إرهابيون وهم 240 إلى أي مكان خلال 15 يوم، ولكن الروس والنظام هم يريدون إبقاء هذه الزريعة من أجل السيطرة ومن أجل اقتحام المنطقة. اليوم المندوبة الأمريكية قالت إذا لم يتم يعني التوافق على هذا الموضوع فإن هناك دول ستعمل منفردة في هذا المجال من أجل حماية المدنيين، وهذا حق روسيا. اليوم لا يحق لها التصويت بموجب القانون الدولي لأنها ليست دولة راعية للسلم الأهلي كما جاء في يعني تأسيس مجلس الأمن، بل هي اليوم دولة قاتلة، هي دولة تشن حرب على الشعب السوري، خاصة عندما قال بوتين بأنه يأمر بهدنة. يعني أذن من يأمر بهدنة ويتجاوز رئيس البلد يعني أنه محتل هذا البلد ويعني أنه يشن حرب. شكرا جزيلا لك سيد العقيد أحمد حمادي المحلل العسكري والسياسي السوري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول.